تختلف الأذواق والطبق واحد، تحتضنه المغرب أو الجزائر أو تونس، فهو مغاربي يجمع معديه في هذا المحفل، محفل سجل غياب ناسبي أصل الكسكسي إليهم. احنا بعثنا لهم دعوه وقلت لك الكونكور انترناسيونال راح يكون اليوم الخميس. احنا العام اللي فات كانوا وجاوا وعملنا احنا مسابقه، احنا نعملوا في مسابقات، هما اشقائنا اللي العام اللي فات الحق كانوا في القمه، وان شاء الله يكونوا متواجدين معنا. احنا ما عندنا حتى اشكال، احنا الكسكس هو مغاربي كعلامه اكسترا بن حمادي برعايه هذه التظاهره يعني ذات البعد يعني العالمي، وهذا يعكس مدى اهتمامنا بترويج المنتوج الجزائري بصفه عامه، وخاصه الكسكس كي ابارتي ان باتريمون كولتوريل للجزائر بصفه عامه. تونس لا تجد حرجا في ان تكون الجزائر حامله ملف الكسكسي باسم المغرب العربي في اليونسكو. درتو احنا العلاقات مع الجزائر حاجه اخرى، علاقات تتجاوز الكولينير، تتجاوز السياسه، وتتجاوز برشا حاجات. الور الدوله اللي باش تمثل الجزائر ما شاء الله، معناها هي دوله ما شاء الله، معناها عندها وزنها في العالم وفي ليسونسييل اللي باش يمثل المغرب واللي مش المغرب العربي باش يكون في مستوى تمثيل هذاك، والجزائر ما شاء الله. الكسكس تنازعت اصله البلدان، ليس المغرب فحسب بل حتى ايطاليا. المغرب اللي تحب تجبد على اليونسكو على الكسكس، لا ما كاينش غير المغرب. نقول لك ان اكزومبل، الطليان دركا داروا يهضروا بلي الكسكسي تاعهم، كان عندهم مهرجان كل عام في ربيع، يديروا المهرجان الكرنفال دي كسكس. هاوليك ميم هما دركا يقول لك الطعام تاعنا تسمى، كي تخلاوها تاريخ تسمى واحد ما جبدش عليها او نيفو دو اليونسكو، اوتوماتيكمون هو سي ديفلوبي في اوروب، وكل بلاد يقول لك هذا تاعي هذا تاعي. تتوالى السنوات ينتشر الطبق عالميا، تضاف إليه مقادير ووصفات، لكن التذكير بجزائريته واجب.